السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الخامسة من تختيم لعبة Shadow of the Colossus. قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات أول ما تنزل، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، هذا حلم. بعد ما غلبنا العملاق الثامن طلع علينا رؤية أو حلم إن البنت رجعت للحياة وتعت قامت. بوم، هذا زي الحلم والوندر بتاعه. وتشوف هذا، يتوقع هذه ظلال العمالقة اللي غلبناها، كلما قتلنا واحد زادت أعدادهم. بوم، حطمنا تمثال الثامن، راح نشوف ايش بيصير. الوندر راح للبنت شيك عليها بعد ما شافها في الحلم، بس للآن ميتة. دورمان، اوكي، عدوي التالي التاسع. أها، الأرض حيث لا تنمو الأشجار ينام على فراش من بحيرة جافة. أوكي، هذا عملاق مزعج. وقح يصحو، وقح يصحو بس. alright، خليني بس أعد التماثيل الباقية عشان أعرف أعداد العمالقة بشكل صحيح، لأن الناس عددهم. هدي يا أجرو، هدي. نشوف هنا 1 2 3 4، هنا في 4 وهنا في 1 2 3 4، باقي 8 زي ما قلت. فأعداد عددهم هو 16، عددهم الكامل 16 عملاق أو كلاساي على قولتهم بالإنجليزي. كولاسس بالإنجليزي جمع طبعا، كولاساي هو المفرد. عملاقنا واقف في الشمس يا حبيبي أنا. اوكي، العملاق التالي هدفنا هو من هذه الجهة. اوكي، let's go أجرو إلى العملاق رقم 9. اوكي، لو رحنا يمين بس. طبعا حتى لو شفت معبد او مبنى فيه سحلية ممكن ما اعور راسي انه مزعج، ان بخلص بسرعة. في هنا زي الجسر. اوكي، هذا هو. لا والله مو هذا هو، دقيقة. الا هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو. اوكي، هذا العملاق الجاي شكله يشبه السلحفة شوي. امشي شوي، خلينا نقدم بس. شوف جمال عالم اللعبة، ليش مو وين؟ دقيقة، ليه يكون رايح عن الطريق الخطأ؟ لا ده هو صح. اوكي صح، وفي مبنى في طريقنا، فما دام انه في طريقنا ندور السلحفة. السلحفة السحلية الوزغة اللي تسموها. هيا بنا. نجهز القوس، سوي سكان. اشوفها 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 اشوفها. قولي انها ماتت، بليز قولي انها ماتت. ياس، اسرع اسرع مرة اطلق اصيد سلحفة.
سلحفة سحلية يا عبود فيك. بعض الأحيان في يكون في ثنتين. ما شاء الله. Let's go أجرو. خلنا نشوف. شوف هالأضواء اللي في السماء، هذا مكان اللي غالبا فيه العمالقة. شوف في خمسة، وين الباقي؟ الباقي من جهة اليمين أتوقع. بس خلينا نشوف. أوكي بالضبط منه. Let's go أجرو. اوه فيها نطة. خلنا نط. تاجر ما بتجي وياي. نايس. كيف الارض هنا جافة؟ هو قال بحيرة جافة. ها بالضبط منه. اقرأ يلا تعال اكمل ماشي، بس انت تعال حقني. اي والله هنا الارض جافه مره. هلا هلا تعال. ايش بين لي؟ في نزاله. يب في نزاله. اوه اوه دقيقة، ما يمدينا نروح من هنا. في فاصل. هذا هو المكان. عملاق سيلة بالضبط. اوكي وصلنا. هذا هو العملاق، اشوفه. العملاق رقم 9. تي 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 تي. قال لكم يشبه السلحفاة. تي 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 تي. اول خلينا نحدد نقاط الضعف عشان بعدين يصير اسهل علينا. طبعا هذا يطلق اشياء بعد زي العملاق اللي شيت. اوه سوري اجرو. اهرب، نبغى يلحقنا. بيطلق. لا تظن انحاش. طبعا الخطة هي نخليه يلحقنا، ولو تشوف هنا تشوفه هنا. شت، لازم انتبه عليه. اوكي قام. لازم نخليه يوقف تحت فوق الماي عشان نطيحه، وكذا نقدر نتسلق فوقه. باموت اوريدي، كيف صابني؟ وقف. اوه ذاك طاح طاح طاح. روح. هذه فرصتنا. كيف اتسلق لك الناس؟ انا كيف اتسلق؟ اخليه ينقلب او شيء زي كذا. انا اوه شيت، قتلني. أجرو جو أجرو جو. تعال تعال.
ايوه 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 شوف نقاط ضعفه. نايس. الحين يبغون نتسلقه. اروح للدايل بسرعه او بطنه. او شت. بسرعه. ايوه يا حم... لا تطيح. ايوه نايس. هلو يا مدفكه. ها اكيد في واحد ضر نقطه ضعف في شو اسمه ظهره او ورا. هذا لا نطيح منه. انطحت با شكله كول كان لابس قناع. قتلني واجد لكن الحمار. لا باقي باقي باقي. يا انا يا هو. قوم دقيقة شوي سامنا ترجع. ضربتين بالكثير هو ميت. ضربتين بالكثير هو ميت. يا سنقلع كم مرة قتلني. العملاق رقم 9 is down. هروب 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 هروب. اوه صوت زيادة. هذه البنت قاعد ترجع للحياة. شي غريب مرة. الحمد لله. كذا التاسع دن. وحين نشوف منه العدو الجاي. خليني افكر منه ممكن يكون العملاق الجاي. باقي لينا العاشر. عاشر ستة عمالقة. أنا أعرف العمالقة آخر ثلاثة عمالقة بالضبط. ولينا هذا هذا وهذا وهذا. أوكي عدوي التالي هو نعم من هو؟ كثبان رملية بعيدة وأثر مخبي تماما. أها أذكره هذا. تذكر اللي قاتلناه في البحيرة؟ هذا نفسه يشبهه بس مقاتله في رمل يكون مدفون في رمال. طبعا طريقة قتاله غريبة مرة. يعتبر صعب. alright. وهذا عارف انه بيكون بعيد. من مر من الغابة اللي عبرنا عليها. اوكي. هارو
اقرا حبيبي اقرا. كمان اجرا. Let's go. كم من هذه الجهة هو ها؟ لا تبطأ يا أجرو. أوكي هو من هذه الجهة بس ما نقدر نروح من هذه الجهة. لحظة. يعني بغينا نروح من نفس الجهة اللي رحنا فيها للش اسمه العملاق اللي قبله. ما نحتاج نروح من القابة. او نايس اوكي من هذا الطريق. يلا يا اجرو ليتس جو. حجم العالم كل هذا بعيد هالعملاق. ابعد واحد ممكن ممكن اي ممكن لا. كله سيدا 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 ما في يمين ما في يسار كله سيدا سيدا سيدا. هل منصل بعد؟ وين بتروح يا جرو؟ ليش لفيت يمين؟ اشوف شجرة ما كلنا كان فاكهة كانت تزداد صحتنا عشان ما نموت بسهولة من طلقتين ليزر. خلينا نروح للشجرة. ندور فاكهة. هذه فاكهة. دي واحدة ثانية نايس. هذه ما زالت صحتي صح؟ لو كاني ما راحت. شوف واحدة داهية هذه زيادة. أنا مات. أشوفها بالضبط فوق هنا. هذه واحدة وهذه واحدة. أين هما؟ أهما. أوكي. أجرو ليتس جو. أجرو. أوكي يبغانا نروح يسار مفروض. هذه شجرة ثانية دقيقة. ما شاء الله الأشجار في كل مكان. أوه هذه فاكهة غريبة تختلف عن الفاكهة اللي قبل.
ما أقول له صحة زيادة عشان لا نموت بسرعة. إيش زيادة؟ فيك مستعجل يا أقرأ. كم جات اليسار؟ إلى الشمال إلى الشمال هيا بنا إلى الشمال. هدي هدي يا أقرأ، فيها سحلية يا حبيبي. آه شفتها شفتها شفتها. وين راحت؟ أيوة داي 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 داي. وقفي يا حمارة وقفي. طاحت بس ما ضربتها. آه تعال نايس give me let's go أقرأ. بالضبط من هذه الجهة. أقرأ. يلا يا أقرأ شو فيك صرت كسول؟ حرك. في طريق هنا لو ايش السالفة؟ ايوه قربنا نوصل، بس زي ما قلت هذا لحد الان ابعد عملاق. هل في طريق من هنا؟ يوزن يبغون اوكي في طريق لان العملاق من هنا. يس اوكي قربنا قربنا. ايش في ايش في ايش في؟ اوكي كمثال جديد مالي مبنى جديد. بشوف اقدر اصيد السحلية من هالمسافة. بارا بوم. نايس. اها وصلنا. اقرا هذا هو مكان العملاق. اوكي يس. ليتس جو. عملاق الرمال بسميه عملاق الربع الخالي. اها هذا هو. يب وصلنا. توتو هذا عملاقنا العاشر. اوكي هذا نحتاج القوس عشان نغلبه. وين راح؟ اوه موسيقى شو اسمه فريده من نوعها، مو زي الباقي يتشارك الموسيقى. اوب اوب اهرب. اقرو اقرو اقرو. اوف
هذا يبغوني خل اوكي جاي جاي وين هو؟ روح يا اجرو روح 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 اجرو مرة ضرب عيونه ايوه ضربت عيونه نايس مفروض يصدم الحين اوكي الحين نقدر نروح ونضربه روح يا اجرو روح كيف تتجرأ تضرب اجرو ها؟ اوب انحاش جو 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 Go, Agro! Agro, go! Yeah. رحت أموت. ليش وقفت يا Agro? أو جاي جاي كملي أجرو كملي أجرو طلع وجهك أوف واو تعال يلا روح اجرو اجرو وين راح انا صرت اتعب من مسكت اي ولا هو طلع عيونك بس والله ضربت عيونه شت طلقت على عيونه بس ما ادري ليش ما تاثر ايوه ضرب ليتس جو اجرو حبيبي تعال وين راح اسمعه وين رحنا وين رحنا وين رحنا yeah.
اوف اوف جاي 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 شت روح اجرو وين راح؟ اوكي هذا هو اقرو اقرو جو 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 ايوه ضربناه بسرعة بس بسرعة 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 يا ابن هالذين تعال ضربتين بس ضربتين هو ميت Go to hell. العملاق العاشر is down. اهرب. فبنوقف اللعبة هنا بعد ما غلبنا العملاق التاسع والعاشر وإن شاء الله بنكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله الحلقة الجاية بنغلب الـ 11 و 12 يبقى لنا 13 و 14 والـ 15 و 16 فبأخلي الباقي عملاقين عملاقين كل حلقة فباقي لنا غير هذه الحلقة ثلاث حلقات ونخلص اللعبة فأتمنى أن الحلقة عجبتكم لو عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل وإن شاء الله بأشوفكم في الحلقة الجاية مع السلامة